نسمعوا بقراصنة تطوان لي كورسير دو تطوان. واش تطوان عند الحرب؟ نعم عند الحرب اللي هو مارتين بنون مش مارتيل باللام كما هو معروف الآن، لأن الاسم ما جي من عند مارتين فرناندو. شكون مارتين فرناندو هذا؟ هو ولد الشريف بن راشد العالمي، الحاكم الشريف ديال الشاول، المجاهد الكبير. هاد مارتين فرناندو كان من القوات ديال البحر الكبار انذاك في هذاك المحل. الام ديالو اسبانيا، ولما اسلم عطاوه السميه كما وهو علي مارتين. انما اختو هي اللي عندنا الغرض بها في هذه الحلقه. اختو هي السيده الحره، نعم دخلت التاريخ من اوسع ابوابه باسم السيده الحره زوجة السلطان احمد الوطاسي. تولت حكم تطوان عام 1525، اسمها عائشه، اخرين يقولوا فاطمه. مين من الناس اللي تعرفت به هو اسم السيده الحره، ولكن عند الغربيين خاصه عند الاسبانيول وعند البرتغيز العدو رقم واحد، العدو اللدود الكبير للأجانب، المحركة المحرضة رقم واحد للمقاومة البحرية ضد الدخلاء، هكذا كانوا كيسميوها الاسبانيول والبرتغيز. اعتنت بالمرفأ هذا اللي هو دواد مارتين، و أنشأت حتى ورش كتبني فيه السفن وإصلاح السفن كذلك، وكانت سياسية من الطراز الأول، ماهرة ذكية بزاف. فاللي يسمع السيدة الحرة والمكاتبات ديالها مع أميرات ديال إسبانيا خصوصا في فك الأسرى يقول هذه المرأة هذه راهي ناعمة لطيفة، وهي راهي كانت قاصحة قاصحة كيعيطوا لها، يعني المرأة الحديدية ديك الوقت. نعم الزوج ديالها اللي كان فات كان كيقول له دير خفي، يعني بان ما تقصحش على البرتقال وعلى في المحادثات ديالها ولا ملي كانت في الحروب ديالها معاهم، وهي كانت كترغو ولكن كانت قصحه حقيقه معاهم. وكان عندها علاقات مع المجاهدين ديال الجزائر ديال تونس، وبخصوص هذاك بربروسا بربروس اللي حتى انهم البرتقيز والاسبانيول بداو كيسميوها به، بداو كيقولوا كيلقبوها بربروسا التطوانية. شاركت بخمسة ديال السفن بواحد الهجوم على جبل الطار، وجاب لها غنائم كبيرة، و80 ديال الأسرى 80 ديال المسجونين. عندها اتفاقيات كبيرة بسميتها مع كثير من الإسبانيين، على رأسها اتفاقية مع هذاك القس، مع هذاك الرهيب الكبير الإسبانيولي كانتيراس. هذا كانتيراس هذا جاء باش يطلق السراح ديال 340 ديال المسجونين عندها. وطبعا ما كانتش كتركم لله، الى عندكم ديالنا اراهم ولكن تدفعوا الفلوس كذلك تخلصوا. كان عندها اتفاقيات كذلك مع حاكم سبته اللي كان برتقيزي ذيك الوقت لاطلاق السراح ديال البرتغاليين اللي كانت كتقبضهم هي. كانت هي بدا كتركب البحر بعض المرات وتفقد الامور ديال البحاره وديال الربابينه وتناقش معاهم وتعطي الاوامر ديالها لما كانوا كيمشيو باش ياخذوا السفن اللي هي في عرض البحر، سواء في البحر الابيض المتوسط او الاطلسي، او اللي باش يمشيو يناوشوا الثغور الموانئ المغربيه اللي كانت تحت الاجانب من اصيله وغيرها. هي فشلت المخطط ديال الاستعمار في الواقع بالصمود ديالها، لان كان عندهم الغرض يستولوا على تطوان، يستولوا على مارتين باش يكسروا يعني القوة ديال المجاهدين المغاربة. ولكن في الأخير جات المؤامرة ضدها، فيها الحشيد وفيها بزاف ديال الحاجات في الواقع، لأن كانوا كثير من الأقرباء ديالها اللي هما من الحاشية ديال السلطان فاس ولا حتى في تطوان اللي هما قاموا ضدها، وكذلك حتى من الأحفاد ديال المنظري، المنظري اللي كان باباه تناسب معاه مع العائلة هذه ديال بن راشد، وكذلك كانوا حتى من اخواتها اللي كانوا تغرى واحد شوية
واكثر من كل هذا اللي كانوا كيحزوها وهما الرجال اللي ما كانوش كيرضوا بان امراه تحكمهم ومراه تكون حقيقه بانها كتحكم يعني مجموعه ديال البحاره الاشداء اللي هما ملي كيعيطوا لهم القراصنه اللي كيهجموا على برا بلا خوف ولكن ملي كيوصلوا قدامها هي كيحنيوا راسهم. فهذه المراه الانعزال ديالها ما نقولوش بانه طيح من القيمه ديالها، بالعكس دخلت للتاريخ كما بديتكم من الابواب ديالو الواسعه وتعد من النساء المجاهدات في البحر ومن النساء الحديديات ديالنا ديال الاسلام. جعلت من مصب نهر مرسين مركز تطواني كيخافوه البرتقيز ويخافوه الاسبانيول ويخافوه كذلك حتى غيرهم من رجالات البحر. نعم، دمتم بخير والى اللقاء.